عبد الرزاق 55 عام العمل التعاوني، هل ترى والله هذا الأعوام الـ55 فشلت الحركة التعاونية لا بوجهة الحمد لله، نظرك؟ بالعكس نشوف الأفضل الأفضل. نعم نعم، والدليل أن إنشائها الجمعية إنشاء اشهرت بغرضها الخدمات الأكثر شيء، وسعر التكلفة يعني مو هدفها شغل قايمة بدور الحركة الحاوي. التعاونية نعم بوجهة نظرك نعم تخدم أفضل شيء، أبناء كثير المناطق الأكثرية المحلية؟ هي الأكثر شيء مبيع عندنا التعاونيات. تمام.